تخيل طفل مولود ما يفقه ولا يعرف وش معنى أمي وبوي، ما يدري هالكائنين هذولا وش فائدتهم بالحياة، ولا وش وكيف وجودهم، ولا وش علاقتهم أو علاقتي أنا معهم، ما يفهم هذه العلاقة نهائيا. شيء مؤلم الصراحة جدا جدا، وشيء يسبب يعني هدم للنفسية. يعني أنت تخيل، يعني أنا مجرب هذا الشيء، أنه عشت مع شخص أبوي الله يغفر له ويرحمه وفقدته، اللهم لك الحمد. بعد ما فقدته حسيت بألم، ألم كبير لا يمكن أني أتصوره، فما بالك بشخص ما يعرف من هو، وأنه وجد على هذه الحياة وما هذول الشخصين مو موجودين بحياته، ما يعرفهم نهائيا. صحيح، شيء لا ولن يستطيع أحد، عقولنا ما تستوعبه، ما حد، أي والله لا تستوعب، ما حد يقدر يحس بهذا الشيء. أذكر مرة زرت واحدة من الدور لفاقدي الأهلية، أهلية الأبوين، كانوا صغار أطفال. يا رجل سبحان الله، يعني تشوف الحياة في عيونهم صغار، فلة وناسة وضحك وكذا فالمشرفين الله يجزاهم خير سبحان الله آبائهم، يعني يقول أنت إذا تهاوشت مع أحد وأنت صغير وش تسوي؟ راح أقول يا أما يا با. هم ما عندهم هالشيء، ما عندهم. يقول كان في عمود، يقول هالعمود إذا واحد من الأطفال تهاوش مع واحد وصاح، يروح للعمود ذا ويقعد يصيح عنده، يقول العمود ذا هو أمه وهو أبوه. تخيل، يعني شيء مؤلم. حتى واحد من الشباب كان معنا ما تحمل، يعني قام يصيح. فأنا أقول الشعور هذا فعلا ما أحد يستطيعه أن يشعر فيه نهائيا نهائيا، لأنه شعور يعني صعب جدا. لكن إحنا بيدنا أن يعني نسوي شيء لمثل هؤلاء الصغار، يعني أن نحاول ندعم بكل ما نستطيع حتى ينشأون تنشئة طيبة جميلة في بيئة طيبة، ويكبر ويصير رجل له قيمته في المجتمع، ويكون له يكون منتج في المجتمع، يشار له بالبنان، حتى إذا ما كان يعرف أبوه أمه، لكن كل الناس تعرف قيمة هذا الرجل في المجتمع. إذا وجد من صغره الرعاية الصحيحة وكل الأمور مهيئة له، إذا كبر طبيعي بإذن الله، إذا كتب له الله سبحانه وتعالى التوفيق، بإذن الله أنه يكون شخص بناء في هذا المجتمع. صحيح يا أخي، والله العظيم أنه من الأخلاق، أنه من الاحترام، وأنه من البنان في الشخص، وأنه من الإيمان في الشخص، وأنه من حب الخير في الشخص. كل هذه تتضح إذا شاف الفئة ذولي المحتاجين، قعد ينفق من ماله ومن وقته ومن كلامه ومن رسائله ودعم عشان يسعدهم. ترى ما هو شيء بسيط أني أنا أشيل هم ناس ماني بعايش معهم، ما حد يقدر على الشيء هذا. كلنا نقدر نقول الله يكون بعونهم يا رجال، والله مساكين يروح، لكن الرجال اللي في قلبه إيمان وأخلاق ويحب الخير للناس ويحب أن يسعد الناس ويشيل هم الناس، يحس أنهم أبنائه. والأم هذه اللي تتابعنا وتشوف وتحس ان ذول عيالها، وتنفق من مالها شهريا، تقول والله مثلا القناة عندهم الوداد، أوقاف الوداد، أيتام الوداد، والجمعية هذه أنا بقى كل شهريا بحط 500 ريال، وخلاص صار عندها هم كأنهم أبنائها. وتلقى يمكن الله ما رزقها بعيال ولا بنات ولا شيء، ولكنها حست بالمسؤولية، نقول أبشر بالخير. هذا والله العظيم أنها من دلالة على إيمان في قلب هذا الشخص. الموضوع بعد هذا كله، نحن وين احنا فيه؟ احنا في شهر الخير. اي والله في اعظم شهر، يعني حرام ان نهايه رمضان تشوف الناس كلهم فازوا بالاجور وافلحوا، وانت والله لازلت لا عمل خير ومقلب في القيام الليل، وعندك يا الله يا الله الصلوات كل يوم تلحق. طيب خلاص، انا اجعل لي هدف، راح باذن الله اتصدق عن والدي، عن من فقدته، عن احبابي، عن نفسي، واجعل باذن الله بعد نهايه هذا الشهر اقول والله كل 10 ايام مرت من الشهر هذا انفقت في أوقاف الوداد أو في أي وقف يخدمني، ويكون في موازين حسناتي. وما أعظم والله الإنفاق على مثل ذولي. صحيح. ينشأ واحد ويشار إليه بالبنان، وأنت أنفقت لأجل إسعاده ولأجل رعايته. صحيح.
وكل ما يقول هذا الشخص ويوصله من رسالة هادفة أو بس يكفي يا أخي إنك أعنته، بس يكفي إنك خليته يعيش على الحياة بصح، يأكل مثل ما يأكلون عيالك، يشرب مثل ما يشربون بناتك، والله العظيم إنها عمل عظيم ولا يوفق لهذا إلا الموفق. نعم. وقف جمعية الوداد أيتام الوداد، هذا الوقف العظيم جدا. الوقف هذا الأطفال عندهم، والله كان ودي يكون ياسر موجود ومحمد الشمراني موجود لأنهم زاروهم، يعني أطفال في عمر السنتين. شفنا مقاطع الزيارات وعيشنا الجو مع الشباب. أطفال في عمر السنتين يهيئونهم لك، تستطيع وفق شروط معينة أنك تروح وتأخذ تحتضن واحد من الأطفال وتحتضنه مع أطفالك ومع أهلك، وينشأ كواحد من أبنائك، يعني يدرس ويعامل معاملة أبنائك وينشأ مع أبنائك كأنه يعني واحد من أخوانهم أو واحدة من أخواتهم. الأيتام الوداد، جمعية أيتام الوداد عندهم 13 فرع، ما شاء الله 13 فرع في المملكة. وكان الوقف في مرحلة الأولى انتهى اكتمل، كانت 25 مليون القيمة. هذه والله بشرة خير يا أخي، أيوة إن نبدأ الآن في الشهر هذا يا أخي نقفل أيوة المرحلة الثانية بالراحة. الشهر هذا عندنا 20 مليون عشان يكتمل الوقف وينتهي، وبإذن الله تعالى نستطيع، يعني دائما نقول نستطيع أن نصل، يعني ما في شيء كايدا على الله عز وجل. سبحانه. لكن اللي دائما نحاول نوصله، من الذي سيحوز فضل أنه يساهم في هذا الوقت، بتروح سواء بريال ولا أيوة بما الله يستطيع. أيوة الله. قبل فترة شفت مقطع جميل لأحد الفضلاء، ومقطعه انتشر، كان يصوره في السناب، يقول أنا مشرف على، مو مشرف يعني متعاون مع جمعية وكذا ومدري إيش، ويقول فجلست مع أحد الأثرياء فأرسلت له رسالة، بس يقول إيه، يقول أرسلت له رسالة، كنت أنا وياه كذا، ثم أرسلت له رسالة أو إني كلمته، مرسل له ما توقعت يعني، ويقول ما رأيته من فترة، فقلت له نحتاج كذا وكذا ونحتاج أرض، مبلغ كبير، فأرسل قال كم المبلغ، يقول أنا صدمت بالرد، يعني جاءني الرد بسرعة، يعني بدون تردد، ما سأل ولا قال وشو ولا، جاءني الرد بسرعة، قلت له كذا كذا مليون، يقول مباشرة، يا الله مباشرة، الله يكبر، يقول اكتمل المبلغ، حول وفى المبلغ كامل، يقول لدرجة أني بكيت وسجدت لله شكر في مكاني، وهذه من الأشياء والله العظيمة، هذا من اليقين اللي في قلبه يا أيوة، كان متفائل أيوة بالله سبحانه وتعالى، أي والله، ويعلم يقينا أن هالملايين اللي بيدفعها بترجع لها أضعافها. صحيح. نحن لا نجرب الله عز وجل، لكنه يقين، الريال اللي يطلعه يبيجي منها أكثر. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.